تمثل مشاركة كافة الأطياف السياسية والمجتمعية في الحوار الوطني تطبيقاً عملياً للعديد من المبادئ التي أرستها الجمهورية الجديدة، والتي تعكس إدراكاً لطبيعة المرحلة الحالية. فخلال الفترة الماضية شهدت فعاليات الحوار خطوات جادة وحقيقية في عدد من الملفات الهامة، وتحول الحوار لمنصة شاملة لجميع التيارات المصرية. حوار جاء ليجمع الكل على قلب واحد وكلمة واحدة. تلبية لدعوة كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلق الحوار الوطني، والذي دعا إليه الرئيس خلال إفطار الأسرة المصرية شهر رمضان المنقضي. حضور مكثف للفيف من أعضاء الحكومة يترأسهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من السادة الوزراء. وفي الحقيقة احنا قطعنا شوط كبير جدا في كل الرؤى السياسية المختلفة في الثلاث محاور السياسية المعروضة، وتقدمنا بهذه الرؤى إلى لجنة أمناء الحوار الوطني في المجال الاقتصادي والمجتمعي والمجال السياسي. الحوار الوطني حضرتك الاسم، يعني حوار الوطني اللي هو يوم تاريخي، دعوة كريمة صادقة مهمة جدا من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مصر، عشان كل الناس المهتمة بالشأن العام وبالعمل العام واللي عايزة تخدم المواطن تلتقي وتتحاور حوار بناء. حوار يضمن حق الجميع في المشاركة والتنمية على طاولة واحدة، ينحي الجميع فيها انتماءاتهم جنبا، واضعين مصلحة الوطن هدفا يحتويه القلب والعقل. هذا الحوار الذي يجمع كل الأطياف ويجمع كل أبناء الوطن تحت قيادة رئيس واحد لوطن واحد على أرض واحدة تحت سماء واحدة ننهل من نيل واحد، هي وطننا بلدنا مصر العزيزة. يمكن احنا كحزب قدمنا مجموعة من التوصيات الهامة، من أهمها أو على رأسها التوصيات الخاصة بتنمية سيناء. يمكن احنا الحزب، أعتقد الحزب اللي سلط الضوء بشكل رئيسي على هذا الإطار، لأن تنمية سيناء هي اتجاه دولة، ويمكن فخامة الرئيس وقادة السياسية كلها متجهة لهذا الشق المهم. جاء اليوم تتويجا لنحو 2000 من ساعات العمل للأمانة الفنية تمخض عنها 3 محاور رئيسية، هي السياسي والاقتصادي والمجتمعي، لمواصلة طريق بناء جمهورية جديدة أساسها دستور 2014.